بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم أينما تواجدتم، متابعا معكم سلسلة الأسئلة التي وردت من حضرتكم. السؤال اليوم يقول: ما هي أفضل وصفة للقضاء على الإمساك؟ أفضل وصفة، تحدثنا عن وصفتين. الوصفة الأولى الرائعة جدا هي وصفة القراصية، سواء كانت هذه القراصية، القراصية هي البروناس، نوع من أنواع البرقوقيات، وكلكم يعرف الآن ما هي القراصية. ممكن نتناولها بالشكل المجفف، 3 حبات من القراصية قبل النوم، وعند الاستيقاظ تكون جاهزة بجوارنا، نتناول أيضا 3 حبات ونذهب إلى الدورة، لأن الإمساك هو عدم تعود، وبالتالي يجب أن نتعود للذهاب إلى الدورة، سواء كان هناك رغبة في الإخراج أو عدم رغبة في الإخراج. وإن شاء الله خلال 3 إلى 5 أيام تكون الأمور سالكة بإذن الله. هناك من يعاني من السكر ونسبة السكر لديه مرتفعة، ولا يستطيع تناول هذه القراصية المجففة لأنها قد ترفع السكر، فهناك وصفة أخرى هي لمرضى السكر، وتجوز أيضا لمن لا يرغب أو لا يجد القراصية، وهي الكرفس والليمون والماء بالخلاط. نعمل عصير من الكرفس والليمون ونضيف قليل من الماء، ما يعادل كوب، ونشرب هذا الكوب مساء قبل النوم، ونشرب كوب يكون جاهز إن شاء الله في الصباح الباكر أيضا عند الاستيقاظ، ونفضل تناوله قبل النهوض من السرير. هذه نقطة مهمة جدا جدا، وبنفس الوتيرة التعود إلى الذهاب إلى الدورة سواء برغبة أو بدون رغبة. وإلى لقاء جديد مع سؤال جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.